بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تتعدد فوائد الأرز للبشرة والشعر لأنه يحتوي على نسبة عالية من الفيتامين سي وإي وبعض المعادن اللي تذوب في الماء مثل الفيروليك، واللي تعمل على حل مشاكل بشرتنا وشعرنا. الأرز هو سر جمال وشباب المرأة الآسيوية، وتسرب هذا السر في كل أنحاء العالم، وأصبح الأرز أيقونة الجمال وبديل طبيعي عن مستحضرات التجميل الكيميائية. بهذا الفيديو لدينا كريم الأرز والفازلين والحليب، ممتاز لإزالة التجاعيد وتبييض البشرة، وكذلك سيروم الأرز. أولا نأخذ الأرز، نستخدم أي نوع أرز متوفر عندك، لا يوجد نوع محدد، ولكن يفضل هنا الغني بالنشا. ونقوم أولا بغسله، نأخذ كمية من الأرز، طبعا هذه الكمية بحول الله تكفيك لشهر كامل، تابعي معي فقط الطريقة. نقوم بغسله أولا، يغسل جيدا الأرز، نقوم بغسله طبعا حوالي مرتين إلى ثلاث مرات للتخلص من كل الأتربة والمواد العالقة على الأرز، ثم نضع كل الكمية في على النار. طبعا الطريقة هي نضيف عليه أربع كميات من الماء ونضعه على النار حتى يسلق جيدا، أي ينضج الأرز جيدا ويتشرب كل هذا الماء. هنا بعد ما نضج الأرز بهذا الشكل، نتحصل عليه بهذا الشكل، نضيف المكونات التالية: كمية من الحليب، نفس الكمية المستخدمة للأرز والماء، نضيفها حليب. طبعا هنا الكمية حوالي 2 ملاعق طعام كبيرة، ثم نضيف ملعقة طعام كبيرة من الفازلين. بديل الفازلين هنا يمكن استعمال زيت جوز هند أو زبدة الشيا. نضيف ملعقة طعام كبيرة لهذه المكونات، قلت البديل زبدة الشيا أو زيت جوز الهند. نخلط المكونات جيدا مع بعضها البعض، وبعدها نستخدم الخلاط الكهربائي للحصول على كريم. نخلط جيدا المكونات، وهذا هو الكريم المتحصل عليه بعد الخلط في الخلاط الكهربائي بهذا الشكل. نضيف ملعقة، نصف ملعقة كبيرة من زيت الفيتامين إي، فيتامين أ أو الفيتامين ها، نضيف نصف ملعقة كبيرة. غير متوفر زيت الفيتامين إي، يمكن إضافة كبسولتين من كبسولات الأوميغا 3، أو يمكن إضافة أربع كبسولات من كبسولات الفيتامين إي، فيتامين ها أي فيتامين أ. غير متوفر عندك الزيت أو الفيتامين، مدة الحفظ تكون لمدة أسبوع واحد فقط في الثلاجة، ويمكن كذلك إضافة ملعقة صغيرة من زيت اللوز الحلو. نضيف، قلت، نصف ملعقة لهذا الكريم لزيادة الفعالية وكذلك الحفظ. مدة الحفظ تكون شهر كامل في الثلاجة. نخلط المكونات جيدا مع بعضها البعض بهذا الشكل، نأخذ برطمان ونقوم بحفظ الكريم في برطمان.
صاحبات البشرة الدهنية أنصح بإضافة 2 ملاعق صغيرة من نشا الذرة لهذه الوصفة، لأنها طبعا هنا غنية بالزيوت، لدينا فازلين وزيت لوز حلو أو زيت الفيتامين ها. ونقوم باستعماله على بشرة الوجه. بشرة الوجه تكون نظيفة سواء في النهار أو في الليل، نغسل البشرة جيدا بالغسول المناسب، ثم نقوم بتوزيع هذا الكريم بداية دائما بالرقبة وكامل بشرة الوجه حتى منطقة حول العيون. ممتاز كذلك لإزالة الهالات والانتفاخات ولعلاج الشحوب واصفرار الوجه، خاصة بعد الشفاء من أمراض مزمنة. كذلك ممتاز لصاحبات البشرة الحساسة التي تتأثر بسرعة من تغيرات الجو، كذلك ممتاز لعلاج حب الشباب وأثار حب الشباب. طبعا التجاعيد هذا شيء مفروغ منه. نتركه لمدة نصف ساعة ثم نقوم بغسل البشرة بماء فاتر ثم الماء البارد. الاستخدام يكون بشكل يومي لهذا الكريم، والنتائج تظهر فقط من أول أسبوع لاستخدامك المنتظم لهذه الوصفة. وطبعا يمكن كذلك استعماله لكامل الجسم، وآمن للحوامل والمرضعات وكل البنات طبعا من عمر 5 سنوات فما فوق، رائع لتفتيح بشرة الأطفال وكذلك إزالة اسمرار أشعة الشمس خاصة بعد المصيف. صلاحيته قلت لمدة شهر كامل إذا كانت الوصفة بزيت فيتامين ها. ننتقل الآن لعمل السيروم، كذلك هو رائع، يمكن استعماله مكان هذه الوصفة أو يمكن استعمال هذا الكريم صباحا وليلا نستخدم السيروم. بالنسبة للسيروم هنا نحتاج لا منقوع الأرز، نأخذ ملعقة طعام كبيرة من الأرز، نغسلها جيدا، نضع عليها حوالي 6 ملاعق طعام كبيرة من الماء يكون مغلي، وننقع الأرز لحوالي ساعتين. وهنا نأخذ بذور الكتان، ملعقة طعام كبيرة من بذور الكتان، نقوم بغليها في كوب من الماء حتى نتحصل على الجال، جال بذور الكتان. بديل الجال، جال بذور الكتان، نستخدم هنا جال الألوفيرا. يمكن استعمال جال الألوفيرا كبديل لجال بذور الكتان. نأخذ برطمان من زجاج أو أي قارورة، نضع فيها ملعقة كبيرة من جال بذور الكتان، قلت البديل هو جل الألوفيرا، ونضيف عليها 4 ملاعق طعام كبيرة من منقوع الأرز. ونخلط المكونات جيدا مع بعضها البعض أو نرج البرطمان. حتى الحصول على سيروم ماء الأرز وبذور الكتان. وقلت الاستخدام يكون ليلا قبل النوم. يمكن استعمال هذا السيروم بواسطة قطنة، نقوم بدهن كامل بشرة الوجه، الرقبة وكامل بشرة الوجه حول منطقة العيون وعلى الجفون كذلك. ممتاز لشد الجفون هذا السيروم، رائع، وستلاحظين النتيجة من أول استعمال لشد البشرة، يحارب التجاعيد، يزيل الهالات السوداء، البقع الداكنة، ويحارب الإسمرار حول الفم. إذا كان لديك إسمرار حول الفم ممتاز هذا السيروم لإزالته، لأنه يحفز مادة الكولاجين في البشرة. نستخدمه بشكل يومي كذلك، هو آمن للحوامل والمرضعات وكل البنات، يمكن استعمال هذا السيروم وبكل أمان. صلاحيته تدوم أسبوع واحد في الثلاجة، وبعدها يمكننا استعمال الوصفة قلت بجل الألوفيرا
أو جال بذور الكتان. بالأخير لا تنسوا مشاركة هذا الفيديو مع باقي الأصدقاء كي تعم الفائدة. أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.